برحب بكم في فيديو جديد، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن طباعه ال 3D. قبل كده نزلت فيديو عن ماكينه طباعه 3D وكانت بتطبع بالبي ال اي او خامه البلاستيك، انما النهارده هنتكلم عن نوع تاني خالص من طباعات ال 3D وهي الكرياليتي ال 1 هالوت برو. تعالوا نتعرف عليها ونشوف دي ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، معاكم مصطفى مكرم. اتكلمت قبل كده في فيديو هتلاقوه في الديسكريبشن عن نوع من أنواع طباعة الـ 3D اللي كان بيطبع عبارة عن بكرة من خامة اسمها الـ PLA. هي عبارة عن خامة من البلاستيك، وبيبدأ ان هو يسيح البلاستيك ده ويبدأ ان هو يطبع شكل الـ 3D. هو نوع من الطباعة موجود، بس أنا عشان ما عنديش خبرة فيه فحصلت معايا فيه شوية مشاكل، فقلت لا، قلت أروح لنوع تاني من الطباعة، وده أدق جدا من طباعة الـ PLA. ده بيستخدم مادة اسمها الريزن أو مادة سائلة. كل اللي انت بتعمله انك المادة دي بتبدأ انك تفضيها في حوض جوه البرينتر دي، بتبدأ عن طريق اشعة اليوفي ان هي تكون لك شكل الـ 3D. فالموضوع حلو قوي. تعالوا بقى نتعرف على ايه امكانيات البرينتر دي. من فئة طبعات الديجيتال لايت بروسيسنج، او الطبعات اللي بتطبع عن طريق الضوء. الضوء بيتسلط على السائل فبيبدأ ان هو يكون لك الشكل اللي انت بتختاره. زي ما قلت لكم بتستخدم مادة الريزن علشان تعرضها لأشعة اليوفي الموجودة في البرينتر، بتبدأ تكون لك الشكل. طب ايه فرقها عن البرينترات التانية؟ الفرق ان الطبعة دي دقيقة جدا، يعني بتطلع لك اصغر وادق التفاصيل وبتكون واضحة جدا. بتوصل ل 2560 × 2400، يعني 3K، وبتقدر تطبع اللاير بسماكة 0.01 مليمتر. علشان كده البرينترات او الفئة دي من الطبعات بيستخدموها في طباعة الموديل بتاعة المجوهرات، وكمان بيستخدموها في طب الاسنان علشان يعمل بيها طقم الاسنان والكلام ده كله، لانها زي ما قلت لكم دقيقة جدا ويعتمد عليها. مساحة الطبعة الموجودة عندي 130 ملي في 122 ملي في 160 ملي، وبتقدر انك تتحكم في البرينتر عن طريق الشاشة اللي موجودة فيها واللي بتيجي بخمسة انش HD، او انك تتحكم عن طريق الابليكيشن. نفس الكلام، تقدر انك تبعت التصميم اللي انت هتطبعه، وتقدر انك تعمل ابديت للفريموير. كل حاجة بتعملها من هنا او من عن طريق الابليكيشن. وزن الطبعة 8 كيلو و400 جرام، فالطبعة تقيلة مش خفيفة. تعالوا بقى نروح نشوف ازاي بقدر ان انا اعمل الوزنية بتاعة البرينتر دي وابدأ ان انا اجهزها للطباعة. اول ما بتشغل زرار الباور لاول مره بتطلع لك على الشاشه البيانات دي اللي انت بتدخلها لاول مره. هنا بيقولك اختار اللغه بتاعتك، للاسف برضو اللغه العربيه مش مدعومه، فهنختار انجليش وبعد كده بنقوله نيكست. بعد كده بينقلني للشاشه دي، هنا عندي البرنت وهنا عندي السيتنج. لما بروح على السيتنج هنا بقدر ان انا اتحكم بقى في المعلومات. هنا بروح على الواي فاي وبدور على شبكة الواي فاي الموجودة، لان البرينتر بقدر ان انا اربطها عن طريق الابليكيشن على الموبايل، فبتتحكم فيها من الواي فاي، فبتدخل باسورد الواي فاي وبعد كده بتقول له كونكت علشان يعمل كونكت على الشبكة اللي موجودة عندك. بلاقي عندي كمان هنا الابديت علشان لو في اي تحديثات خاصة بالبرينتر بتقدر انك تعملها، يا اما لوكال يا اما عن طريق النتورك ابجريد. وطبعا انت موصل واي فاي، ففي فيرجن موجود دلوقتي هبدأ ان انا اقول له ابديت، فبيبدأ ان هو يعمل ابديت للفريموير. وطبعا حاول دايما انك تعمل تحديث لاي حاجة عندك، لان كل ابديتس بتحل مشاكل كانت حاصلة قبل كده في الابديتس اللي قبلها، او بيضيف لك مميزات جديدة بتسهل عليك الشغل وانت شغال. بعد ما بيخلص ابديت بيرجعك تاني للشاشة الرئيسية بتاعته اللي هي فيها برينت وفيها السيتنج. تعالوا ندخل على السيتنج، وبروح على برينت سيتنج.
هنا بقدر ان انا اتحكم في البرينتر نفسها، بقدر ان انا اتحكم في الاكسس بتاع الزد، بقدر ان انا ارفعه او ان انا انزله. كده بقدر ان انا ارفعه علشان ابدا بقى اول مرحله، وهي عمليه ان انا بوزن البليد هنا عندي على السطح بتاع الليزر علشان يكون مستوي معاها، علشان اقدر اطبع الطبعه بشكل سليم. اول حاجه هعملها، انا عندي هنا في البليد في اربع مسامير ماسكين الراس بتاعتها او الهيد دي، ببدا ان انا افك شويه المسامير دي علشان ادي مساحه للهيد ان هي تطلع او تنزل. فبتبدا بقى انك تفك بالالانكي اللي موجود مع البرينتر، بس بهوي شويه كده، بهوي الاربع مسامير اللي فوق بس بالشكل ده، بحيث يكون معايا بالشكل ده بقدر ان انا ارفعه وانزله كده. بعد كده بروح بركبه في البرينتر في مكانه علشان ابدا ان انا اظبط الوزنيه بتاعته. بعد كده بقى بروح بفك المسمار اللي فوق ده شويه، وببدا ان انا اجيب الباليتا بتاعتي، وببدا ان انا اركبها في مكانها، وابدا ان انا اربط المسمار بالشكل ده. موضوع بسيط جدا. يبقى انا دلوقتي شايفين الباليتا مفكوكه معايا. بجيب بقى الورقة بتاعت الكاليبريشن، هتلاقيها موجودة مع الحاجات اللي بتيجي مع البرينتر، وببدأ ان انا احطها في مكانها بالشكل ده، وببدأ ان انا اقول له باك تو زيرو. هيبدأ ان هو يطلع فوق يوصل عند السنسور، وبعد كده بيبدأ ان هو ينزل تاني على السطح بتاع البرينتر، وبعد كده بقول له ليفلينج، بضغط عليها بالشكل ده. بتبدأ البرينتر ان هي تنزل البليت تحت، وطبعا دي مرحلة مهمة جدا علشان تظبط الوزنية بتاعت البليت يبقى كلها في مستوى او سوى واحد، علشان الطبعة نفسها لما يجي يطبع يبقى كل حاجة معدولة ومفيش فيه جزء فيه ميلان، فبالتالي هيبوظ عليك شغل البرينت اللي انت بتعمله. بتوصل لتحت بالشكل ده، ببدأ ان انا اضغط بشكل خفيف كده على البليت، طبعا ايه الورقة ثابتة، بضغط بالشكل ده، وبعد كده باخد الالانكي بتاعي وببدا ان انا اربط بقى المسامير بتاعتي على نفس الوضعيه دي بالشكل ده، بربط الاربع مسامير بالشكل ده. كده انا ربطت خلاص. العمليه دي انت بتعملها بس مره واحده وخلاص، ما بتكررهاش تاني. بعد كده بتشيل بقى خلاص الورقه بتاعت الكاليبريشن، وكده تكون انت جاهز بقى للطباعه. بعد كده بقى ايه، برجع الحوض تاني بتاع الريزن مكانه، بحطه في مكانه بالشكل ده، وابدا ان انا اربط المسمارين بتوعه بالشكل ده، وبتبدا تحط ماده الريزن بتاعك، وتبدا انك تختار التصميم اللي موجود على البرينتر نفسها لانك بتقدر انك تجرب بيه، او انك تحط تصميم عن طريق اليو اس بي الموجود هنا في البرينتر. ده هنكمله ان شاء الله في فيديو تاني باذن الله. النهارده احنا بنتعرف على البرينتر وطريقه التركيب والتعامل معها وتجهيزها للطباعه. بعد ما عرفنا ازاي بقدر ان انا اظبط الوزنيه دي، بتعملها لمره واحده، وبتبدا انك تحط الريزن جوه الحوض اللي موجود هنا، وتبدأ الطبعة تعمل برينت. في ملاحظة مهمة خلي بالكم منها، النوع ده من الطبعات ما تخليش ايدك تلمس مادة الريزن لانها مضرة للجلد، علشان كده هتلاقي فيه جلافزات وجوانتيات جاية مع البرينتر، فخلوا بالكم من الموضوع ده. بعد بقى ما بتخلص عملية الطباعة، المفروض ان في جهاز تاني انا لسه مستنيه، ده جهاز بينشف بقى الموديل نفسه اللي انت طبعته، او انك لو ما عندكش الجهاز ده بتاخد الموديل تحطه في كحول، بعد كده بتحطه في الشمس عشان تكتمل بقى عملية البلورة بتاعت اليوفي. فلسه بقى في فيديو تاني ان شاء الله لما توصل البرينتر التانية اللي انا بنشف فيها الموديل، ونجرب البرينتر مع بعض ان شاء الله. لو عندكم اي سؤال اكتبوه لي في التعليقات، هتلاقوا كل الروابط بتاعت البرينتر دي في الديسكريبشن. في الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كان معكم مصطفى مكرم.